خطة لجوء مثيرة للجدل ومليئة بالانتقادات قيمتها 120 مليون جنيه استرليني ستنفذ خلال الأسابيع القادمة، أطرافها بريطانيا ورواندا. فما هي؟ خطة إنسانية ورحيمة ستنقذ أرواحاً لا تعد ولا تحصى، هكذا وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة اللجوء الجديدة التي أعلن عنها بمنتصف أبريل الحالي، وتقضي بأخذ المهاجرين غير الشرعيين خاصة الرجال العزاب الذين قدموا إلى بريطانيا منذ يناير الماضي على متن قوارب صغيرة أو شاحنات وإرسالهم لرواندا الواقع في شرق أفريقيا وتبعد 6500 كيلومتر عن بريطانيا، حيث سيسمح هناك للاجئين بالتقدم بطلبات للحصول على حق الإقامة، وبينما يتم بحث طلباتهم برواندا ستوفر لهم بريطانيا المسكن والدعم والتعليم. والآن قد تتساءل، ما الذي سيحصل للأشخاص بعد قبول أو رفض طلباتهم؟ المقبولون سيحصلون على حياة جديدة ومدعومة في رواندا لخمس سنوات بحسب الحكومة البريطانية، أما المرفوضون فسيمنحون فرصة أخرى للتقدم بطلب للبقاء برواندا أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلية. لكن لماذا رواندا؟ لم يكشف السبب الحقيقي وراء اختيارها، لكن جونسون وصفها بأنها واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم، بالرغم من أن حكومته نفسها أعربت العام الماضي بجلسة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن سجل حقوق الإنسان للحكومة الرواندية وحرية الإعلام ومزاعم حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وعمليات الاختفاء القسري والتعذيب، مما دفعها لفتح باب اللجوء للمضطهدين والسياسيين الرواندين المعارضين. أما رواندا فهي رحبت بالخطة ذات العائد المالي، حيث ستحصل مبدئياً على 120 مليون جنيه استرليني من ورائها. وفور إعلان جونسون عن الخطة واجه سيلاً من الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة وبعض أعضاء حزب المحافظين. وطالبت أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعات حقوقية الوزراء بإلغاء الخطة الوحشية على حد تعبيرها، ووصفت منظمة العفو الدولية ببريطانيا الخطة بالفكرة السيئة والصادمة. أما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فوصفتها بانتهاك للقانون الدولي. ورد جونسون بأن الخطة متوافقة تماماً مع القانون الدولي، خاصة قانون الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي طرحته المفوضية الأوروبية عام 2020، وأتاح لدول أوروبية خيار ترحيل اللاجئين لدولة ثالثة خارج حدود الاتحاد، خاصة مع تدفق أعداد قياسية من اللاجئين، حيث بلغ عددهم ببريطانيا وحدها عام 2021 أكثر من 28 ألف لاجئ عبر القوارب، 90% منهم ذكور وثلاثة أرباعهم بأعمار ما بين 18 و39 عاماً. وذكر وزير العدل والهجرة البريطانية بأن الخطة ستوفر أموال دافعي الضرائب على المدى الطويل. بريطانيا ليست الدولة الوحيدة أو الأولى في فرض خطة اللجوء هذه، فلقد سبقتها أستراليا التي نقلت طالبي اللجوء القادمين على متن قوارب إلى مقرات إقامة جبرية على جزيرتي ناورو وغينيا الجديدة التي انتقدتها مراراً الأمم المتحدة بسبب الظروف السيئة في مراكزها. برأيكم هل خطة بريطانيا إنسانية؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.